السلام عليكم. بالنسبة للدرس ديال اليوم غادي نشوفو نوسيون دو باكيج. شنو هو الباكيج في ان ديزاين وعلاش حنا كنحتاجو الباكيج في ان ديزاين، وغنشوفو كذلك ليكسبورطاسيون ديال لو دوكيمون. طبيعة الحال ملي كنخدمو واحد لو دوكيمون كنبغيو نامبريميه ولا كنبغيو نوريوه لو كليون، غنشوفو شنو هما لي ميثود بوسيبل وشنو هما لي فيشي اللي نقدرو نصيفطهم لو كليون ونشوفهم، والفيشي اللي كنصيفطو لامبريسيون. داكوغ، دوز اول حاجه نشوف الباكيج. نوصون دو الباكيج، مثلا عندي هاد لو دوكيمون هذا استعملت فيه صور ديال السيارات، استعملت فيه واحد البوليس، استعملت فيه واحد التكست، استعملت فيه دي لياه. مثلا هاد التصاور هادو ولا هاد البوليس اللي تستعملت اولا هاد لونسومبل ديال لي زيليمون اللي استعملت في هاد لو دوكيمون بغيت نستعملها في دوكيمون اخر، اولا بغيت نخدم هاد لو دوكيمون هذا بغيت نخدمه فين في ان اوتر اورديناتور، يعني حاسوب اخر. دونك شنو تندير؟ دونك نحتاج لواحد الحاجه سميتها باكيج. بيان سيغ لورديناتور الاخر ما فيهش هاد التصاور وما فيهش هاد الفونت وما فيهش هاد لي لياه، دونك ملي غنهز هاد لو دوكيمون ديال بي سي اخر في ان ديزاين مغاديش يخدم ليا لو دوكيمون ديالي. دونك شنو كاينه، شنو الحل؟ كاينه واحد لا نوسيون سميتها الباكيج اللي تجمع لي هاد لي زيليمون كاملين وكتجمعهم لي في واحد لو دوسي اللي تنختارو هنا، ومن بعد كنهز داك لو دوسي وكندير اي بي سي اخر في الان ديزاين، دوبل كليك تنحل تي امبورتي لي داكشي ديالي كامل اللي كنت خدام به. دونك هذا هو البرينسيپ ديال الباكيج. هادشي بيان سيغ الا كنت باغي نخدمو في بي سي اخر، اما لك غير ناخذ غير الريزلت راه حتى بيان سيغ ما نحتاج لا ديزاين لا والو، ناخذ غير فيشي مثلا على شكل بي دي اف ونقرا فيما بغيت، ولكن انا تنهضر على الا بغيت نعاود نيديتيه يعني نعاود نخدم فيه. دونك اول حاجه الا بغيت نصوب هذا الباكيج تنمشي فايل وكنمشي لهنايا الباكيج لا كومبينيزون الت شيفت كنترول بي، نتابعوا معايا شنو كيعطيني سامري الفهرس. انا كيعطيني فونت 11 فونت، يعني استعملت هنا 11 خط او نوع من الكتابه يوزد زيرو ميسين، يعني حتى شي واحد ما فيه ميسين كتعني ايرور ولا فيه خطا ولا شي حاجه. داكا امبيدد زيرو انكومبليت زيرو بروتكتد، يعني ما حتى شي واحد فيه محمي، يعني كاين اللي كيكون عنده لي دغوا يعني كيكون ليسونسي انه يعني مشري هنا تيعطيك. دونك هنا كلشي عندي مقاد. داك عندك لينك اند ايماج، يعني تيحسب لك هنايا 23 لينك فاوند، يعني لقى 23 رابط. داك اخرين كلشي زيرو. داك 22 يوز ار جي بي كولور سبيس، داكوغ نظام الوان. هنا كذلك شنو عندي اكسترنال بلوجين زيرو، جابو معايا راه كاينه حتى لا نوسيون دو بلوجين بحال الشكل اللي كنا خدمنا في في الفوتوشوب. كنامبورتيو لي زيكستونسيون بحال ديال لابغيش مثلا اولا دوك لي زيفي ولا الكرادين، يعني هنا كيتامبورطا دونك انا ما محتاج حتى شي حاجه. داكوغ كنمشي هنا كاتك توتال توتال ديال شي كامل تابو كاتك عاوتاني هنا فونت، يعني شنو هما لي فونت المستعملين تابو كل فونت شنو تعطيك معلومات عليها، وكاتك حتى لي شوما في الانستاي هيا فايل نيم ويندوز فونت سلاش سمية ديالها، وعطيتك هنا حتى اشمن سمية ديالها، وهنا كيعطيك اشمن باج كاينه. داكا فانت فونت لا نبغي نلقاو لي فونت جابو فونت اون دي ان دوكيمون ياك، وهنا كيعطيك حتى ريبليس مثلا هاد الفونت بغيتي ترومبلاسها بشي وحده اخرى، يعني حتى ترومبلاسها بشي وحده اخرى. كنا شفنا هاد المساله قلنا ملي كنبغيو كيكون عندنا شي وحده فيها لا ليسونس وما كتبغيش تامبورت علينا هنا كنقدرو نشونجيوها. داكا
كاين مسألة أخرى هنا عاوتاني لي لينك نتابعو 23 لينك داكوغ كيعطيك هنا كل تصويرة السمي ديالها آخر ميساجور دارت ليها لا ديمونسيون ديالها اوكي لو شوما ديالها فين محطوطة داكوغ هنايا الألوان المستعملة سيان ماجونتا يلو والبلاك برنت سيتينغ دونك هنا كيمشي اوتوماتيكمون لامبريمونت بار ديفو هادي اللي تنخدم بيها لامبريمونت ديالي الخاصة اكسترنال بلوجين زيرو يعني ما عندنا حتى شي بلوجين تنخدمو بيه نقدر نديرو نديرو هنايا ريبورت مثلا نمشي يعني كتعني رابور على هاد الباكي شنو فيه دير اونجستري نتابعو هنا نسجل ليا غير لي زانفورماسيون على هاد الباكيج نمشي هنايا دوبل كليك نتابعو ادوب ان ديزاين باكاج ريبورت بوبليكاسيون لا دات سمي ديالو لا دات امتى جينيرا المعلومات اللي فيه على لي فونت على لي لينك على الكولور وعلى لي بلوجين لي بلوجين هنا على لي باج هنا لي فونت هنا كذاك لي ديتاي يعني كل فونت فين كاينه شنو الباج مستعمله داكوغ هنا كذلك لي زيماج لي لينك لي زيماج داكوغ هنا تيعطيك حتى لي دوسي فين انستاليا باش من الباج مستعملة دونك عليك تعطيك غير رابور على الباكيج دونك حنا شنو بغينا بغينا اكسبورتيو هاد الباكيج دونك تنكليكي لا باكيج سيف بوبليكيشن ماست بي سيفد بيفور كونتينيو كونتينيو سيف ات ناو دونك هنا تيقول لك خاصك اول حاجه تسوفكاردي عاد باش تكمل هاد لوبيراسيون دونك سيف هنايا شنو تيقول لك برينتين انستركشن يعني كيعطي المعلومات على على شكون هو اللي غادي يطلب غادي يطبع يعني كتب بحال كنت كتعطي المعلومات ديال الشركه داكا دونك هنا تقدر دير السمية ديالكم لو نو سمية الكامباني اللي كتشتغل ليها لادريس باش هادشي يبقى في الباكيج اللي غادي تجينيريه دونك كيقول لي اختار فولدر اولا الملف اللي غادي نحط فيه هذا الباكيج داكا دونك انا نتبعو معايا شنو تيقول لي كابي يعني كيدير نسخه من الفونت يعني البوليس نسخه من لينيان وابديت جرافيك لينك اند باكيج يعني كانت شي تحديث ولا شي حاجه حتى هو كي امبورتيها داكا نديرو باكيج كليكو ليها هنا تعطيني تحذير داكوغ التحذير خاص بلي فونت تقول لك كان شي وحده راه كوبي رايت داكوغ دونك انا كليك ليه اوكي دونك نتابعو هو تي امبورتي دونك نمشي لو دوسي لي اكسبورتيت فيه هاد الباكيج نتابعو معايا هذا الفيشي اللي جيني راه في الاول وهذا هو الباكيج اللي صوبنا نتابعو معايا اش فيه 26 ميجا دونك ندير دوبل كليك ونشوف شنو فيه نتابعو هذا هو الفيشي نتابعو فيه 5.67 ميجا ياك هنا لي لينك نتابعو معايا يعني جبد لي جميع التصاور اللي خدمت بيهم لي فيشي الستراتور لي فيشي بي دي اف فيشي بي ان جي داكو دوكيمون فونت تبان لي حتى لي بوليس لي مستعملين دونك كانت عندي هنا 13 وحده كنتقدر كانت عندي 13 جينيرا دونك هادي هي ليكسبورطاسيون ديال الباكيج بغيت نستعمل هاد الباكيج غير دوبل كليك على هادي صافي وتنبدا خدام دونك هادي لا نوصون دو باكيج اجي نشوفو دابا بغينا نديرو ليكسبورطاسيون يعني صوبت واحد لو دوكيمون وبغيت نكسبورتيه هنا كاين لا ديفيرونس ما بين الفيشي اللي غادي نعطي لو كليون يشوفو وما بين لو دوكيمون ديال لامبريسيون اللي غنعطيه للسيد ديال المطبعة كنمشي الفايل والحاجة قبل من اكسبورتي اي فيشي دائما
خصني نشوف واش عندي دي زيرور. كنمشي هنا لتحت كنلاحظ عندي جوج لي زيرور، دونك تنكليكي هنايا ولا دوبل كليك، يا اما دوبل كليك ولا تنكليكي هنايا. دوبل كليك هنا كيعطيني الايرور اللي كاينين جوج، وبجوجهم تكست يعني عندهم علاقة بالتكست. بروبليم اوفر سيت 6053 كاركتر، دونك هنايا ريسايز دو تكست فريم. قالك اما تعطيك حتى لا كوريكسيون، يعني كيفاش تفيكسي فيكس، يعني كيفاش تفيكسي البروبليم. اما كت ريسايز يعني كتعاود العبار، يعني كتعاود تغير الحجم ديال الفريم، او لا كتعاود تيديتي تكست، او لا كتاجوتي فريم اخر، فريم اخر وتاجوتي فيه هذاك التكست اللي ما كيبانش يعني اللي زايد. دونك هنا ترى تي بروبوزي ليكم، وهنا كذلك تعطيك اسم الباج، هذه الباج 7 وهذه الباج 28. دونك هنا راه تيسهل عليكم ان ديزاين الخدمه. دونك في لاباج 7 اجي نشوفو شنو فيها. دونك هذه هي لاباج 7، عندي تابعو معايا، عندي هنايا مربع في البليس بالاحمر، دونك هنايا عندي واحد النص ما باينش، دونك هو خداه. نشوف نقدر نكوليه مثلا، نجي نكوليه هنايا. دونك نتابعو معايا كذلك، بقى عندي لو تكست، دونك نقدر دوبل كليك خصني نخدم باش نعرف راسي شنو تندير. دونك جو بريفير مثلا هاد لابارتي ندير لها سيبريمي القسم من هاد لو تكست كاع، شوفو سا دون كوا. طيب تابعو معايا، باقي عندي جوج لي زيرور، دونك هنا باقي عندي تكست زايد. دونك ناخد هاد لو تكست ونمشي ندي دي باج لتحت فيد مثلا، ايفيتي نستعمل لا سوري، دونك نجي هنايا دونك انا كوليت لو تكست كونترول اس بور سوفغاردي. راه نشوفو لا باج 28 فيها بروبليم، دونك نجي هنايا كليكي فوالا. دونك انا شنو تيقول ليا، باقي عندي في لاباج 30 ندير فوالا. دونك هنا تندير هنا تنفاس الكونتوني، دونك تابعو معايا ها هو تحيد الايرور الاول، يعني كان عندي لو تكست زايد. اما نبقى كل صفحه نلوح في هذاك الكونتوني حتى يحيد، او نقدر سيبريمي على حسب البوزوان ديالي. دونك انا محتاج هاد النص، هذا غير نص تجريبي. دونك نمشي لاباج 31، دونك انا باقي عندي تكست دوبل كليك، تابعو كليك وحده ماشي دوبل كليك. دونك نجي لهاد لاباج هادي فيت نكليكي ناخذ له هذا، هذا كليكي هنا نتابعو راه باقي عندي، كنكليكي هنا دونك نتابعو اللي عندي هنا زيرو ايرور، يعني ما بقى عندي حتى شي بروبليم في هذا الدوكيمون. دونك كونترول اس بور سوفغاردي، ونجي لهنايا نجي لهنايا وهادي الفايل تابعو معايا، عندي اكسبورت وعندي ادوب بي دي اف بريسيت. دونك تابعو معايا هنا، ملي كنبغي لو دوكيمون كنصيفطو لو كليون باش يشوفو شنو تندير. تنختار هادي هاي كواليتي برينت، وتنجي لهنايا مثلا غنسمي الكاتالوج ندير ليه فور، ولا نكتب بو كليون، بو لو كليون. دونك نتابعو معايا شنو كتقول لك هنايا، تقول لي واش بغيتي تكسبورتي
فيشي كامل ولا سيغتان باج. مثلا نقدر انا نكون ديجا صيفط لي واحد لا فيرسيون ولكن طلب لي واحد لا موديفيكاسيون، غندير جوج لي باج ولا ثلاثه. دونك انا شنو تندير، تنحدد ليه مثلا بغيت غير لا باج جوج، من جوج لسته ولا من جوج لربعه، كنقدر نحدد. بغيت نخدمهم كاملين تندير لي اول، نستعمل اول. اوكي انا تيقول لك واش بغيتي، هنا دائما كورشيو هادي فيو بي دي اف افتر اكسبورتين، دونك باش تشوفوا لو بي دي اف، حيت كاينين فعلا كاينين شي اخطاء ما تيبانوش لك هنايا بحال هكذا، مع هاد الخط اللي بديتي كتزومي حتى كتكسبورتي هاد مش كيبان. اوكي دونك انا اكسبورتي، نتسنى تياخد شويه الوقت في الاكسبورتاسيون، كي ماشي بزاف. دونك هذا هو الفيشي، نتابعو معايا انا اكسبورتي. دونك هاو تيكسبورتا، ما كاينش اكسبورتا كي تحل راسو. اوكي دونك نتابعو معايا الجوده ديال الصوره كيف دايره، لاحظوا معايا. دونك هادي راه 150%، يعني راه مزومي ولا كاليتي باقا مزيانه. هنا تيبان لكم الفرق، نتابعو شوف الفولون كيفاش تبان، يعني داك الجلد ديال الفولون تيبان. اوكي دونك ندي زومي، نتابعو معايا ندي زومي. دائما ملي نخرج الدوكيمون نحاول نتفحصو كامل باج باغ باج باش ميكونش عندي شي ايرو. نتامو بحال دابا هنا عندي ايرو، هادي منقاداش ياك، ديما ورا لي ديما اكسبورتي ونفيريفي لو دوكيمون ديالي مزيان. اوكي دونك نفيرمي هاد لو دوكيمون، نمشي نشوف شحال العطاي ديالو، 5.67، يعني شو العطاي ديالو شحال خفيفة، وشو شحال استعملنا ديال التصاور وديال التكست. كون استعملنا في الان ديزاين غادي يكون الفيشي فوليمينو، يعني كبير. داكوغ دونك هادي ليكسبورتاسيون نيميرو ان فيغ لو كليون. اجي نشوفو ليكسبورتاسيون نيميرو دو، نديرو فيغ لامبريسيون، يعني السيد اللي غيطبع لينا. دونك جابو باش تعقلو ليها مزيان، بريس كواليتي، هادي كنستعملو من اجل الطباعة. ندير مثلا كاتالوج بوغ امبريسيون، امبريسيون ندير انجستري، نديرو ليه اول اول بيج. دونك نتاعو اول فيو بي دي اف افتر اكسبورتين اكسبورت، نمشيو نشوفو الفايل لي تيتكريا. دونك هنا غالبا تيتكريا هنايا، هاي بوغ لامبريسيون باقي زيرو، باقي كتكسبورتا، وهذا هو لي فيه 5. دونك هاد اللولاني اكسبورتينا، نتسناو التاني يكمل اوتوماتيكمون، تيكمل راه تيتحل هنا باش كتعرفو انه راه كمل. فوالا هذا خاص بجودة الطباعة، تابعو معايا كاليتي حتى هو مزيانة، تابعو. دونك دي زومي دي زومي، دونك هذا خاص بالطباعة ماشي لو كليون. اجي نشوفو الفرق في الحجم بيناتهم، تابعو هذا اللي خاص بلامبريسيون في 8.39، وهذا لو كليو 5.69. دونك هنا كاين الفرق، كاين الفرق بين هذا وهذا. دائما لو كليو عطيو هذا، لامبريسيون عطيو هذا. اوكي كاين مسألة أخرى عاوتاني شوفوها، نوع ثالث أو نوع آخر، كنديرو إكسبورت هنايا، كنجيو نديرو مثلا او بي اس، الا بغينا نعاودو نقراو الفيشي في ان ديزاين في الستراتور ولا في فوتوشوب، كاين عاوتاني فلاش هذا كيتستعمل بزاف، كاين عاوتاني اتش تي ام ال. حنا اللي مهم عندنا هو جي بي اج، مثلا لو كليون بغيت نصيفط ليه غير واحد الصفحه يشوفها، يعني قبل ما نصيفط ليه فيشي كامل ديال بي دي اف ولا نصيفط ليه صفحه فيشي بي دي اف، نصيفط ليه ايماج باش نقدر مثلا نصيفط ليه
سير انترنيت ولا في الميل ولا في شي حاجه. دونك جي بيك اسمي غير كاتالوج ندير انجستري. داكو هنا كنحدد ليه، نقدر هنا نسيليكسيوني غير شي حاجه ونكسبورتيها، ونقدر هنايا نستعمل لي باج واش بغيتهم كاملين ولا بغيت غير سيكتان باج. مثلا نقول ليه شو لا باج لي فيها انا 10، نقدر نقول ليه مثلا عطيني غير 10 و11. نستعمل نكتب 10 ندير تيري 6 و 11. اوكي نتابعو هنايا مسألة أخرى. ذا كانوت سبيسيفيد ذا نمبر، مثلا ندير 10 تيري تيري 11. غنجي لهنا نتابعو معايا بالنسبة للكاليتي الماكسيموم الهاي الميديوم اللو، يعني على حساب شنو بغيت نصيفط ليه. دائما استعمل نتوما الماكس باش يعطيكم كاليتي مزيانة ولا الهاي، سا ديبو على حساب واش بغيتو دوز غابيدمون في الانترنيت ولا حساب الانترنيت اللي غتصيفطو فيها. اوكي نستعملو حنا الماكسيموم، ياك نتابعو هنايا الى عقلتو ان كنكريو شي فيشي بوغ الويب كنا كنستعملو ريزوليسيون 72 بوغ لامبريسيون كنا كنستعملو 300. دونك نتابعو هنايا كاينين جودات كتر، كاين حتى 2400 ديال في الريزوليسيون. اوكي دونك حنا غير بوغ لو تيست درنا 600، تقدرو تستعملو اعلى جودة باش يعطيكم لو دوكيمون بدقة عالية، ومن بعد كتستعملو اكسبورت. دونك البروبليم اللي كان وقع هو كنت ما بين 10 و11 كنت درت اسباس تيري اسباس، دونك هو ما قبلش هذاك الاسباس، يعني كتكتبو الرقم مباشرة تيري كتكتبو الرقم الاخر. دونك نتابعو معايا، هو اكسبورت عليا ليماج شحال فيها، ايماج وحدة حدات الماكسيموم 8.72، يعني غير ايماج وحدة ولكن لاطاي ديالها راه 4000 على 7000 بيكسل، يعني عطا واحد الكاليتي مجهدة بزاف. نتابعو معايا دقة الصورة أو جودة الصورة، هنا الريزوليسيون راها قوية باش كتعرفو أن إن ديزاين راه لوجيسيال خطير في التعامل مع الصور. أوكي داكوغ نشوف الصورة الأخرى، نتابعو معايا شوف الصورة كيفاش خرجات. دونك هادي دين باغ. كاينة واحد المسألة أخرى، مثلا بغيت لو فيشي ديالي مثلا نصيفطو لو كليون مثلا ولكن بواحد الجودة اللي خفيفة، يعني تكون لاطاي ديالو خفيفة، يعني فهاديك لوكا ما كتكونش الجودة مهمة. مثلا بغيت يفيريفي معايا غير لا ديسبوزيسيون ديال ليماج و الكونتوني ديال التكست. دونك هنا شنو تندير، كندير فايل و تندير بي دي اف، كندير كنستعمل هاد لوبسيون و كندير انجستري، ندير اول نستعمل اول، تابعو معايا ندير اكسبورت وي، ونشوفو الفيشي غادي نحصل عليه كيفاش داير. نتسناو اكسبورتا، دونك فوالا نتابعو، يعني هذا الجودة ديالو خفيفة بزاف. دونك الهدف ديالو غير نشوف لا ديسبوزيسيون ديال لي زيماج لي غيدارو لو تيكست. فوالا اجي نشوفو لاطاي ديالو، نجابو معايا لاطاي ديالو ما كاملاش 1 ميجا، يعني لو دوكيمون كامل ما كاملاش 1 ميجا. باغ كونطخ ايماج وحدة فيها 8.72 ميجا. دابا تعلمنا كيفاش نتحكمو في الجودة ديال ليكسبورطاسيون، شنو هما
l'exportation المناسبة pour le client ou pour l'impression ou pour la vérification. كنتمنى أن هذا الدرس يكون مفيد وأنكم تكونوا تعلمتوا أساسيات InDesign ونتلاقاو في كورس جديد.